أهلا بكم. يأتي إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية تنفيذا للتعليمات الملكية في إطار تعزيز الحكمة الأمنية الجيدة طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون. وأمام ضرورة تعزيز وملائمة الترسانة القانونية في مواجهة التحولات العميقة للتحديات الأمنية، تم سنة 2011 إقرار القانون رقم 35/11 الذي يمنح صفة الشرطة القضائية للمدير العام لمراقبة التراب الوطني ولمسؤولي هذه المديرية العامة. هذه البنية التي تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم تنبع من انشغال المملكة الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل مؤسساتها الأمنية في إطار مقاربة تضمن في الآن ذاته احترام القانون، احترام الحقوق وأمن المواطنين. المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو ثمرة تعاون بين وزارتي الداخلية والعدل والحريات حينها في إطار مقاربة تشاركية تشمل عدة مصالح تابعة للأمن والقضاء. وتعكس هذه المؤسسة الأمنية الخبرة المغربية في مجال مكافحة ظواهر الإجرام وإرادة المغرب لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، كما تكرس المقاربة التشاركية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة في احترام تام للقانون. وبخصوص المهام، يقوم المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخاصة السرقة وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات والإرهاب والمس بأمن الدولة وتزوير العملة. تضم هذه البنية التي تم تزويدها بوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة نخبة مصالح الشرطة ممن تابعوا تكوينا جيدا في المجالين القانوني والمهني، تم تزويدها بموارد بشرية مشهود لها بدرجة عالية من الكفاءة، وتلقت دورات تكوينية من مستوى عال في مجالات مختلفة تقنية وقانونية ومجال حقوق الإنسان. شكرا على طيب المتابعة.